على فكره ده الهدف الاساسي بالمناسبه، وده اللي انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى بيه، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلها اثر طيب ان شاء الله تستمر يعني الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها ان شاء الله. شوف يا شباب، احنا طلابي لنا اهداف واضحه، يعني اينما وجد الشاب الطالب يعني فاحنا معاه في دراسته، فاحنا معاه في امور معيشته وترتيباته واحواله وفسحه وترتيباته، فاحنا معاه في الجانب العقلي والفكري والثقافي، فاحنا معاه في الجانب البدني وانه يرتب اموره ويلعب ويجري ويتحرك ويبقى بدنه قوي، فاحنا معاه. فاحنا عاوزين شباب بيتحركوا ويترتبوا ويبقوا نماذج في تركيا، مش نماذج عليها. الحمد لله احنا من شبابنا بالمناسبه فضل الله تعالى يعني اللي موجودين معنا في طلابي اول ما بدانا، في منهم مثلا شباب موجودين في اماكن حساسه جدا في الدول التركيه، يعني عندنا شباب الحمد لله والشكر لله عندهم مصانع وعندهم شركات وراكبين عربيات موديل السنه، يعني فاحنا مش بنشتغل علشان الشباب يعني يجي ياكل اكله ويشرب، يجي طبعا ويتفسح ويلعب ويجري، لكن ده مش هدفه، مش هدفنا. ده هدفنا نتوب حاجه كبيره قوي ونفرح بكل شاب يعني ممكن يبقى حد كده ايه جامد كده، وفي الاخر والحمد لله يعني من شبابنا هم الشباب اللي كانوا المؤسسه بتقعد معاهم اعداد زي دي وبيتكلموا معاهم في كلام زي اللي انتوا الان، هم اللي بيدعموا المؤسسه وهم اللي بيساعدونا. فاحنا عرفنا الصفوه والمتميزين من الشباب، احنا ما بنشتغلش، لذلك اللي بقى حوالينا ومش مميز ما بنعرفش مميز. طب مميز ده اللي هو دراسيا يعني يبقى شاطر بيجيب متفوق؟ لا، انا في عندي مميز دراسيا ومتفوق، ده مميز. وعندي مميز تربويا اخلاقيا، واحد جال معايا المسجد هو مش متفوق دراسيا لكن مرتبط بالمسجد واخلاقياته محترمه وبيصلي، فده مميز رغم ان هو مش ممكن ما يبقاش شاطر في الدراسه لكن ايه مميز في الجانب الخلقي والتربوي. وعندي شاب مميز فين؟ ممكن يكون شاب بيعمل حاجات غلط لكن لما يلاقي حد مأزوم او حد عنده مشكله يعمل ايه؟ يقف جنبه ويساعده ويجري معاه ويقف. ممكن بنت تبقى مش محجبه بس لو لقت حد عنده مشكله بتعمل ايه؟ تروح تقف جنبها وتساعدها، فدي مميزه. فانا قاعد بناخد تميز دراسي، ده جزء التميز الايماني والاخلاقي، ده جزء التميز الحركي والتطوع والعمل وان انا ابقى اساعد غيري، ده جزء. طب الثلاثه ممكن يسمعوا بعض؟ طبعا. يعني ممكن انسان في مساحه الحركه يكون مش منضبط قوي لكن لما يجي يحتك النهارده باستاذ عيسى او يحتك بمحمد او يحتك بفلان يتغير ويبقى مميز بعد شويه ويبقى احسن كمان، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني في من شبابنا واولادنا انا شخصيا اتعلم منه، اتعلم منه العلم والعمل، مش العلم بس ولا العمل بس، العلم والعمل والله مع بعض. يعني شباب اصغر مني وفي الاخر هم دول اللي لهم تاثير وهم اللي ربونا حقيقه، يعني عشان بس برضه تخيل الناس بتخيل اللي مش عارفين دول هم اللي بيربوا الناس اللي لسه صغيرين، ابدا.